اذكر عبارة تستخدمها مع سائق التاكسي. أي الروح مع أحمد. اذكر عبارة تستخدمها مع سائق التاكسي. سعر الأجرة. سعر الأجرة. شقد تريد؟ نعم. كم تطلب من أجرة؟ هذا كان ثاني أفضل احتمال. خلينا نشوف أفضل أول احتمال يقدر يجاوب عليه أخوي عماد. تبريد عندك يشتغل ولا؟ أها وينك؟ خلينا نشوف تبريد يشتغل عندك ولا؟ لا. تفضل أستاذ عماد. التبريد ما يشتغل. التبريد عاطل. هذا منو جاسم شرف؟ جاسم شرف. اذا خلينا نبدا ويا عائله اللامي بالسؤال ونسال الاخت ندى. دكتوره ندى. نعم. اذكري عباره تستخدميها مع سائق التاكسي. تحديد المكان. تحديد المكان. نعم. واو. اعلى احتمال. اريد الذهاب الى المنطقه الفلانيه. أخت نور. تحية والسلام. التحية والسلام. خطأ. الآن حسنين أنت شو تقول؟ وينك؟ وماكو وقت يا معود. جوابين خطأ. عائلة عبد الله عليكم أن تفكروا جيداً بالاحتمالات الموجودة. خطأ واحد ونجيكم نسألكم وتجاوبون جواب واحد وتأخذون نقاط، وهذا قانون اللعبة. إذن لازم تفكرون جيداً. شو تقول؟ أنبه على الطريق الصحيح. خلينا نشوف. التنبيه. نعم. انتبه انتبه يا سائق التاكسي بكذا كذا كذا. دكتورة ندى، مثلا اقول هنا وصلت لهذا المكان، يعني توقف او احنا دائما هنا يمك. وصلنا 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 هنا. توقف هنا الى هنا وصلنا. الاطلع. نعم. توقف هنا وصلنا هنا. صح. باقي ثلاث احتمالات. الاتجاه ممكن باعوا على اسمه اتجاه. انطي الاتجاه اليمين او اليسار. انت تعطيني اتجاهات. نعم. الاتجاهات. خط ثلاث خطأات، ثلاث أخطاء. خلي نشوف، خلي نشوف عائلة عبد الله.